الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء. الفيديو ديال اليوم نحاول نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة اللي كيطرحوها التلاميذ حول التوجيه. إذا جميع الأسئلة اللي كيطرحوها التلاميذ حول التوجيه اليوم جات الإجابة ديالها من عند الوزارة، دونك اليوم خرج بلاغ ديال الوزارة في هذا النهار هذا اللي هو 20 يوليو. دونك حنا فقط سنقوم بشرح هذا البلاغ باش كلشي أنه توضح له الصورة. إذا الإجابة ديالكم حول التوجيه المدرسي، كيفاش أنك توجه، شنو خصك دير باش تعمر الاستمارة ديال التوجيه، فوقاش هتعمر هاد الاستمارة ديال التوجيه. دونك هذه كاملة أسئلة غنجاوبو عليها في هذا الفيديو. دونك أول حاجة في البلاغ اللي أعلنت عليه وزارة ديال التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خاص بجميع التلاميذ، يعني التلاميذ ديال السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي والسلك الجذوع المشتركة، وكذلك السنة الأولى من السلك البكالوريا. هادو هما اللي معنيين بالتوجيه، ثلاثة ديال المستويات، الثالثة إعدادي والجذوع المشتركة والسنة الأولى من السلك البكالوريا. إذا هذه العملية ديال خدمة ديال التوجيه المدرسي عبر مسار، يعني فين هتعمر؟ هتعمر في مسار. قد انطلقت، هادشي اللي قال في البلاغ، قد انطلقت، وهنا سطروا على حصريا، قد انطلقت حصريا، يعني ما خصكش تمشي تقلب على إمكانيات أخرى باش تعمر الاستمارة ديال التوجيه ديالك، فقط من عن طريق مسار. ثم أعطاكم التوقيت، يعني فوقاش هتبدا، حيت كاين اللي كيدخل المسار وما كيخدملوش، كاين اللي كيدخل المسار وما كيخدملوش، ما كيلقاش الاستمارة، ما كيلقاش فين يعمر التوجيه ديالو ولا التعبير عن الرغبات ديالو. الوغ كاين اللي ما عندوش الكود، كاين اللي تالف له الكود، كاين اللي كيدير الكود ديالو ما كيلقاه ما خدامش. دونك كاينه مجموعه ديال الاشكالات. دونك الوزاره جاوبت على هادشي كامل وقالت ان اول حاجه راه البدايه ديال ملء الاستمارات عن طريق مسار غتبدا حتى 6 يوليو، 6 في شهر 6، ماشي دابا، يعني دابا بلا ما تبرز راسك وبدا تقلب على مسار وتحاول تدخل. دونك حتى 6 في شهر 6 عاد غتبدا، غتكون البدايه ديال التطبيق ديال هذه الخدمه هذه من داخل مسار بطبيعه الحال. فوقاش هاد السالة، 19 يوليو 2020، يعني عطاك اجل ديال جوج سيمانات، من 6 يوليو غتبدا تعمر، النهايه ديال التعمار غتكون في 19 يوليو. اذا مساله واضحه هنايا. اذا ومساله اخرى اللي شاروا ليها كذلك في هذا البلاغ هو ان الانتقاء الاولي اللي غيكون بالنسبه لهاد الطلبات ديال الرغبات، يعني نتوما غتعمروا الطلبات ديالكم وما تختاروا التوجيه، دونك غيكون الانتقاء الاولي بطبيعه الحال. هناك بعض الشعاب اللي كتكون المقاعد ديالها محدوده، وبالتالي ما يمكنلوش ان يهزوا كاع الناس اللي وجهوا الطلبات ديالهم ولا اللي حطوا الطلبات ديالهم. دونك غتكون سيليكسيون، غيكون ضروري غيكون انتقاء اولي. دونك هذا الانتقاء الاولي اي دار ما بين 9 و 11 يوليوز. دونك ما يساليو الانتقاء الاولي شنو غيديروا في 14 حتى 18 يوليوز، صافي غيخبروا التلاميذ بالاختيارات ديالهم. دونك غيكون الحسم النهائي في اختيارات التلميذات والتلاميذ من طرف المجالس ديال الاقسام الخاصه بالتوجيه فوقاش من 14 الى 18 يوليوز 2020، وهذا ما اكده البلاغ. الوغ بالنسبه للتلاميذ اللي عنده مشاكل في القن، في المشاكل في الكود، وما كيقدرش انه يدخل المسار كما قلت لكم قبيله، اللي ضاع له، اللي ما توصلش به الى اخره، دونك هذه الاشكالات كامله تحلت انطلاقا من واحد المذكره، اللي واحد المذكره سميتها مذكره 20019. دونك هذه المذكره اللي خرجت بتاريخ 18 ماي 2020 حطت هذه النقطه بعين الاعتبار، وقالت انه قبل 6 يوليو، يعني قبل ما يتفعل توجيه من داخل المسار، يعني في 6 يوليو جميع التلاميذ، يعني تمكين جميع التلاميذ المعنيين بمسطرة التوجيه من رموز مسار وإقنانهم السرية. داكوغ، يعني المدرسة ديالك غيتواصلوا معاك وغيصيفطوا لك بطبيعة الحال الرموز ديال المسار أو الأقنان ديالكم باش تدخلوا المسار. إذا قبل 6 يوليوز 2020، دونك هاد المذكرة قالت أن صافي ما يبقاش مشكل ديال الاقنان السريه. دونك الناس اللي كيقلبوا على وسائل كيفاش انه يرجع القن ديالو اللي ضاع له، كيفاش انه يرجع ديك الرمز ديال المسار اللي ضاع له، دونك بلا ما تمحن راسك وبدا تقلب بزاف، دونك المشكل تحل، ان كاع المؤسسات ديالكم يتواصلوا معاكم ويعطيكم الاقنان ديالكم ويعطيكم الرموز ديال المسار، وتهناو بشكل نهائي من هذا المشكل. يعني ما توصل 6 يوليوز غتلقى راسك عندك كل شيء باش انك تدخل المسار وتعمر التوجيه ديالك.
عندك الرمز ديالك، عندك القين السري ديالك، عندك كل شيء. دونك هاد المساله حتى هي باينه وواضحه، دونك بلا ما تبرزطوا راسكم بزاف. وانك تدخل، ومن الاحسن تدخل عبر المتمدرس، سهله، عمليه سهله، كتكتب عين متمدرس، متمدرس، دونك غتخرج لك تبان لك هي متمدرس. الوغ كتكليكي عليها، دونك لاباج الاولى اللي كتبان لك هي الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ، كتدخل ليها سهله. دونك كتمشي دائما للفضاء الخاص بالتلميذ والتلاميذ، عندك فضاء خاص بالامهات والاباء واولياء التلاميذ، دونك ما عندك ما دير به، غتمشي للفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ، دونك عاد تكليكي عليه وتدخل، ويعطيك هذا هو مسار مرحبا بك في حسابك الخاص. هتكون توصلتي ديجا قبل 6 يونيو بجميع المعلومات حول الحساب ديالك، فقط تدخلها هنا اسم المستخدم، وتدخل كلمة المرور، وعندك تسجيل الدخول، وتدخل وتلقى الاستمارة باش تعمر الرغبة ديالك، تعمر التوجيه ديالك بطبيعة الحال. وشكرا على التتبع، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.